السلام عليكم لمع وصفات المايدي. ان شاء الله نعتذر فقط على الانقطاع، يعني عندي ظروف. الوصفه تاع النهار اليوم ان شاء الله جيتكم بها هي كيك المخابز. يجيك مسكوتشو كيما اللي تشوفيه يتباع في المخبزه، يعجبنا يجي طالع يجي بنين. اليوم ان شاء الله راح نطبقوه في الدار. واش راح نحتاجو في الوصفه؟ راح نحتاجو هنايا نبداو بالسكر. راح نحتاجو كاس ونص تاع السكر، كاس ونص تاع السكر. البيض راح نحتاج 5 بيضات، دوك نديرهم لهنا. هنا واش عندي؟ اذا هنا عندي حليب اكثر من نص كاس بشويه تاع حليب، نضيف عليها ياغورت طبيعي. احسن تحصلوا على كاس، يعني ندير لها ياغورت طبيعي حتى تحصلوا على كاس، يعني اللي هي علبه تاع ياغورت طبيعي. هنا حصلنا على كاس، إذا ها هو الكاس معنا حاضر. إذا نصو حليب ونصو ياغورت طبيعي، فتعمري الكاس. هنا عندي كاس تاع الزيت عادي، وعندي 3 كيسان تاع فارينة لافاني، و2 كيس تاع خميرة كيميائية. هنا فقط حبيت نوضح للأخوات، كان جوني بزاف تعاليق هادي بالغلوتان، هادي سون غلوتان. يقولي أم هذا كي تستعملي خميرة كيميائية سون غلوتان، وهي هادي كيما هادي تبقى الاصل. وعلاش تبقى الاصل؟ هنا بدلو لومبالاج فقط. مثلا هذه كلو كان دوريها من اللور راح تصيبي خالي من الجلوتين، هكذا باش تكون لاحظه يعني ظاهره معكم. وهذه سون جلوتين هنا، يعني كيف كيف تشري هذه ولا تشري هذه كيف كيف. اذا نبداو بالطريقه مباشره. راح ندير هنايا 5 بيضات. اذا هنا من بعد ما درت 5 بيضات كاملين، ندير هذاك الكاس ونص تاع السكر. ماشي راح يجي قوي، على بالي كاين اخوات تقول لك نقدر نقص. بطبيعه الحال تقدري ديري كاس فقط، لكن هي كاس ونص راح تجيك سوا سوا. ندير معاهم لافاني، حوالي مغرفه كبيره تاع لافاني بهذه الطريقه، ونبدا نخلط بالباتو حتى نحصلوا على خليط كريمي. بسم الله. اذا من بعد ما طلع لي البيض والسكر، نبقى نزيد في الزيت غير بالعقل وانا نخلط بالباتر. اذا نبدا نزيد يعني كيما المايونيز. بسم الله. من بعد ندير داك الكاس تاع الحليب مع الياغورت طبيعي، نضيفه ونزيد نخلط. اذا ها هو الخليط حصلنا عليه، تحسوا بلي خفيف وطالع. اذا من بعد نزيد في الفرينه، بطبيعه الحال الفرينه نغربلها. ندير الكاس الاول، راح نحتاجو 3 كيسان تاع فرينه. نضيف معاهم هذوك 2 كيس تاع خميره كيميائيه، هكدا باش يعني ما نحصلو على حتى تكتلات. اذا نغربلهم، يعني شو دائما تسيبو هذوك الحبيبات. نبدا ندخل غير بالعقل هذيك الفرينه الاولى، الكاس الاول. راح نحتاجو 3 كيسان تاع الفرينه. شوفو الخليط كيفاش جانا. السكر راح يجي هذاك هو كاس ونص. نزيد الكاس الثاني، نغربلو حتى هو ونخلط غير من تحت للفوق. يعني هما في المخابز يديروا بال20 بيضه. من بعد انا قصدت كامل المقادير وعوضتهم لكم بالكاس، يعني هما نورمالمون بالغرام فقط. اليوم حابين نهضر على واحد القناه اللي هي قناه وصفات ساره. قناتها رائعه، عندها وصفات قمه، نتمنى انكم تزوروها. بطبيعه الحال راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو، زوروا قناتها وعطوني رايكم فيها. اذا نزيد الكاس الثالث ونغربلو حتى هو، ونزيد نخدم من تحت للفوق هكذا باش ما يهبطلناش هذيك لاباري اللي طلعناها بالباتور، باش ما نخسروش. يعني ديروا لافاني ما تنساوهاش، خدي ما بدي لزست على القارص ولا تاع التشينا، رانا في موسم الحوامض. اذا شوفوا الخيط تحصلنا عليه، غير تشوفي هذيك الفرينه اختفت والخيط تاعنا ولا ليس. هنا تما لازم تحبسي الخليط. اذا ها هو الخليط تاعنا واجد.
الفوق تاعي راني شعلته قبل ما نبدا اصلا نخدم الكيكه تاعنا. راه على 80 180 درجه يسخن. عندي هنا ان مول يدخل للكوشه بين 27 28 سنتيم. دهنته بالزيت غبرته بالفرينه ونفرغ الخليط تاع الكيك تاعنا. شوفوا الخليط تاعنا شحال خفيف رائع. اذا نفرغ الخليط تاعنا وندخلو الفرن على 180 درجة. سخنتو من قبل، لازم دائما قبل ما تبدي تخدمي الكيكة تاعك سخني الفوق تاعك. ندخلها 180 درجة تشوفيها طلعت، دخلي الموس تخرجيها ناشف نحيها ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هذا من طاب الموسكوتو تاعنا. شوفو كيفاش طاب، طاب رائع طول وقته. لازم تدخلي الموس تخرجيه ناشف باش تنحي. اذا نخليه حتى يبرد تماما نحيه ونعاود نرجع لكم. من بعد ما بردت لي شويه هنا عندي مربى. حقيقه كان عندي شويه تاع مشمش مع شويه تاع الفراس باقيين في الفريجيدار. يلا ها قلت نزين بهم المسكوتو تاع اليوم، نديرهم كامل على الوجه تاع المسكوتو تاعنا. كما تقدري ديري لا جولي، ديري واش حبيتي، ديري شويه تاع العسيله. اذا من بعد زيني على الوجه تاعها. عندك كاوكاو مطحون ولا عندك اي شيء، انا اليوم فقط راه متواجد عندي الجلجلان. نديرو على الوجه تاعو ونقدمها. اذا ندلع كامل على الوجه تاعها ونقدموا الوصفه تاعنا اليوم. اذا ها هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نقسم لكم منها باش تشوفوا هذا المسكوتو كيفاش يجينا ولا كيك المحلات. اذا بسم الله يجي يعني رائع، يوكل يعني. مام تكون عندك عرضة ولا ضياف ولا راح يوكل ويكفي. اذا راح نرفدها باش نشوفوها كيفاش جاتنا. بسم الله شوفوا كيفاش جات، لاحظوا معايا كيفاش جات. رائعة رائعة رائعة، طوح حقها تاع الطياب، طرية رطبة من برا يجي، يعني من برا يجي شوية فيها القرمشة يعني وحميمرة كما رانا نشوفو، ومن الداخل يجي الطرب الرطب عفوا وطري رائع. إذا الوصفة تاعنا اليوم هي معنا واجدة. بلا ما ننساو نزورو قناة وصفات سارة، والله وصفاتها في القمة، اقتصادية رائعة وعندها تخصص في الحلويات وفي الطبخ. زوروا قناتها وعطوني رأيكم فيها، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.